اهلا بيكي، عامله ايه؟ الحمد لله. بنقول لك الف مبروك على التجربه الجديده. حكايتي انا، احنا طول اليوم بنقول اسمها غلط. حكايتي انا، حياتي انا. لا يا حكايتي انا وحكايتك انت وحكايتنا كلنا. كلمينا بقى عن التجربه الجديده دي، خصوصا ان احنا يعني مفتقدين النوعيات الدراميه في البرامج التلفزيونيه بقى لنا سنين. بصي بقى، احنا بقى لنا تقريبا من 9 شهور لسنه بنحضر للبرنامج ده، من كتابة على فكرة هي كلها قصص حقيقية موجودة، وبنرجع بقى بيها للبرامج الدرامية الحلوة بتاعت زمان. احنا مفتقدين والبيوت كلها مفتقدة ان احنا نقعد نتفرج ونلم بعض كده زي زمان، ونقعد نتفرج على حكاية حلوة، وبعد كده بقى بنشوف يعني ايه الحل، ايه الحل للموضوع. فكرة حكايتي انا بتاعت مين يعني مين صاحب الفكرة واللي تبناها والنجوم المشاركين كمان؟ بصي، هم نجوم مختلفين، يعني كل حلقه فيها نجوم مختلفه، مع بقى في ناس ممكن تبقى ثابته معانا. طبعا اول حلقه عندنا استاذه لبنى ونس، عندنا استاذ محمد داوود، استاذ عبد الرحيم حسن، رشا سامي، استاذ احمد رفعت، كل دول موجودين معانا. وفي طبعا نجوم جديده موجودين برضو. كل حلقه مختلفه، بنشوف بقى مين النجوم اللي لايقه عليها التمثيل، الدراما نفسها، الموضوع نفسه، وبنستشيرهم يعني وبيجوا معانا. فكره البرنامج عباره عن ايه؟ وانا سمعت ان قلت في اول اللقاء انه مستوحاه من قصص حقيقيه. قولي لنا بقى يعني قصص، في قصص من اللي انت في قصص في محكمه الاسره. الحاجات اللي موجوده في حياتنا عاديه، بس تبقى في قصص فعلا مكتوبه، طبعا بيتعدى صيغه الدراما بتاعتها والكتابه، وبتبقى مشاهد طبعا حقيقيه كلها. بنشوف بقى الجمهور والمشاهدين يعني ايه الحل، ايه الحل للمشكله دي. احنا اول حكايه معانا اسمها حنين، هتشوفوها طبعا، مش عايزه احرق الحكايه بتاعتنا، بس هي فعلا حكايه يعني فيها، انتوا هتقعدوا تعيطوا وكلنا هنفضل نشوف ايه الحل. يعني انت هيبقى من وجهه نظرك حل، انا من وجهه نظري حل، طبعا الناس كلها يعني. بس طيب، هل من القصص الحقيقيه دي في حد تعرفيه على المستوى الشخصي واتقابلتي معاه، او حد من قرايبك، من اهلك؟ لا لا، بس انا صحابي بيقعدوا يقولوا لي قولي حكايتي. احكي لي حكايتي. بس لا، انا صراحه لحد دلوقتي ما فيش حد اعرفه شخصيا، بس اوعدك ممكن اقول حكايتي انا يوم من الايام. يعني ممكن فعلا تبقى حكايتك ضمن حكايتي انا؟ ما اعرفش يعني، ممكن ليه لا. قولي لنا بقى، انت من الاعلاميات اللي شايفه ان السوشيال ميديا مكان للخصوصيات، يعني ممكن تطلعي وتقولي قرارات تبقى خاصه بحياتك الشخصيه على السوشيال ميديا؟ بصي، انا بقى كنت من الاعلاميات اللي ملهاش في السوشيال ميديا خالص خالص، ولا ليا في الشو ولا حاجه، بخلص شغلي واروح. لقيت الموضوع يا جماعه نسيره، محدش عارفني. لحد ما قررت ان انا ادخل في عالم السوشيال ميديا شويه. بصي، انا بعيد شويه عن الخصوصيه، بس في النص يعني، ممكن لو خارجه خروجه حلوه اعمل ستوري، ممكن مثلا لو حاجه في شغلي، لكن خصوصيه بقى ان انا اكلت ايه وشربت ايه وطبخت ايه وصحيت امتى، لا ما بحبش. الخصوصيه حلوه برضو. شايفه ان لجوء بعض الفنانات للاذاعه والبرامج التلفزيونيه مؤخرا ده بياخد حظ من الاعلاميات والمذيعات، او نقدر نقول يعني بيقللوا فرصهم؟ بصي، في ناس ممكن تقول طبعا، لان احنا ده شغلنا ومن حقنا، احنا مش ممثلين، اوكي. بس انا مختلفه شويه، انا بتعامل ان كل واحد ليه رزقه وليه نصيبه، وربنا بيكتب الرزق لكل واحد في المكان اللي هو بيقول له روح عليه. انا ممكن دلوقتي اكون مذيعه، ممكن كمان سنتين ربنا يقطع رزقي من الشغلانه دي اروح حاجه تانية، الله اعلم. فانا بشوف بالعكس، يعني لو ممثله وبقت ناجحه في ان هي تكون مذيعه، واي نوت، ايه مشكله؟ عادي، مفيش مشكله خالص. طب كنت حابه اعرف رايك برضو في المذيعات اللي بيلجأوا لاثاره الجدل عشان تسطر الترند، انت مع ولا ضد؟ لا. صراحه ماليش، اصل اقول لك حاجه، هو ترند ده موضه، احنا في موضه، انت طلعتي ترند ليه؟ اشتغلي وخلاص، ربنا رزقك بان انت الناس عرفتك، اوكي. ما كان اصلا هقول لك حاجه، الترند اللي بيطلع ترند سلبي مش ايجابي معظمه، يعني مش هقول كله طبعا، هو السلبي هو اللي بيطلع. السلبي هو اللي بيطلع. فانا بقى عشان اطلع ترند سلبي اروح اعمل حاجه ما تنفعش لا عيلتي ولا اخلاقي ولا ولادي، ما ينفعش، صعب بصراحه، انا ضد ده.
قولنا بقى هو حكايتي انا سيزون واحد. لا هما 45 حكاية بتتقسم بقى على كل سيزون تقريبا 3 شهور بس. هيتعرض على منصة ولا تي في؟ لا تي في. تي في لسه ما اقدرش اقول دلوقتي اي قناة عشان يعني لسه ما اعلنوش، بس هو تي في وقنوات اي كلاس يعني. طيب بالنسبة للتجارب، ايه احب التجارب اللي عملتيها لقلبك؟ بصي انا اي حاجة عملتها انا ما بخجلش منها وبحبها جدا. انا عملت اول برنامج كان فريندز بالعربي، بحبه جدا وكان معايا 2 زمايلي فيه، والتجربة انا بشوفها ان هي ناجحة. بعد كده عملت بودكاست اسمه اسمعني شكرا، ده من احب الحاجات لقلبي لانه كانت شخصية مش شبه سيرة شوية، انا شوية يعني بيقولوا عليا ان انا هادية وكده، فكان شوية بنت شقية، ف يعني كنت بحبه جدا بصراحة، يعني من الحاجات اللي انا عملتها بحبها. ودلوقتي بقى دي نقلة تانية وخطوة جديدة عليا ان انا يعني اكون من ضمن التيم بتاع حكايتي انا. صورتوا كام حلقة من 45 بقى؟ لسه دي اول حلقة نصورة. ان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق وان شاء الله يكسر الدنيا. مرسي ونعمل انترفيو بعد اكيد ان شاء الله. مرسي بنورك.